اللي انا اعددتها، لان طبعا كابتن حسن حمدي ولجنه الكوره، طبعا كابتن خطيب كان في الوقت ده وكابتن هادي خشبه. طلعت برضو كورس في المانيا لمده 7 اشهر، ده برضو اضاف لي كتير. اشتغلت سنتين في الناشئين، ده برضو اضاف لي، بالاضافه للام بي قبليها كمان قعدت سنتين. بس انت عارف ان فيرست تيم في الاهلي غير مختلف طبعا. بس يعني انا بقول لك على الخبرات دي كلها استخدمتها بقى في المسؤوليه بتاعتي. والحمد لله، يعني اهم حاجه ده الواحد كان صادق مع اللاعبين. وافريقيا كانت صعبه جدا في الوقت ده، كنا واخدين 2012، وكان بقى مطالب ان احنا نحافظ على اللقب. وطبعا انت عارف يعني انك تفوز باللقب اوكي، وتحافظ عليه لسنه تانية على التوالي. كان المهمه صعبه جدا. انت السيزون ده خدت دوري ابطال وخدت في خدنا دوري ابطال سوبر. وخدنا سوبر من الصفاقسي. كان الصفاقسي هو بطل الكونفدراليه واحنا بطل ابطال الدوري. لعبنا السوبر في القاهره، استاد القاهره، والحمد لله كسبنا 3-2 في مباراه من اشرس المباريات السوبر في السنوات الاخيره. مباراه كانت قويه جدا، احنا تقدمنا عليهم بهدف ثم الثاني، ثم هم رجعوا 2-1 3-1 3-2، يعني كانت مباراه قويه جدا. والصفاقسي في التوقيت ده في افريقيا كان من اتقل الفرق في علي معلول. علي معلول كان في فرجاني ساسي. كان في فخر الدين بن يوسف اللي هو كان لاعب الاسماعيلي الموسم ده. لا يعني كان عندهم فرقه قويه جدا في الوقت ده، بس احنا الحمد لله درسناهم كويس، وبرضه لعبتنا كانت جاهزه. يمكن كان عندنا نقص شويه في الصفوف، بركات كان بطل، ابو تريكه كان بطل، انما قدرنا نعوض بقى. انت كنت عايز بركات يكمل مع في الفتره دي؟ بركات بطل قبل بطوله افريقيا. ابو تريكه لعب بطوله افريقيا وبطل. حسام غالي كان انتقل لليرز بلجيكا. يعني في الفتره دي فقدنا حوالي 3-4 عناصر برضو تقيله على مراحل يعني. حسام ما لعبش معانا لان حسام انتقل من اول السنه. ابو تريكه لعب بطوله افريقيا وبطل. بركات بطل قبل بطوله افريقيا. ابو تريكه لعب بطوله افريقيا وبطل. احنا كملنا بقى الدوري والسوبر والمرحله لغايه اخر الموسم يعني. لما نجم تقيل، انت بتتكلم على اسماء كلها الحقيقه معيار تقيل يعني. تريكه وبركات لعيبه كلها، بالاضافه كمان لزمايلهم يعني. انت عندك كان في جمعه، وكان في سيد معوض، وكان في احمد فتحي، وكان موجود عاشور، وكان موجود عبد الله، وكان موجود برضه لعيبه وليد سليمان، ومش عايز انسى حد طبعا. متعب وشريف اكرامي وعماد متعب وشريف اكرامي في حراسه المرمى. وكان لا يعني كان متعب مجموعة. بالمناسبه بما انك بتتكلم على لعيبه مشيت او سابت، متعب لما مشي كان في مشكله معاك في النادي الاهلي؟ متعب ما مشيش. متعب او متعب لما جدد له، لما جدد له من غير ما لا احنا كنا متفقين، مش مشكله ولا حاجه. هو كان الاتفاق ان 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 ما يتمش تجديد لاي لاعب غير لما يكتب تقرير فني من المدير الفني. وانا كنت في رحله بنلعب مع الدفاع الحسن الجديدي في الكونفدراليه. الهدف اللي احرزه احمد رؤوف في اخر ثانيه وصعدنا بيه، اللي بعد كده كملنا بقى الادوار. وكسبنا البطوله دي على فكره مع جريدو. بقى جريدو هو اللي كمل وكسب البطوله دي قدام سيو سبورت. فانا فوجئت ان الحاج محمد عبد الوهاب كان عضو مجلس اداره ساعتها، واعلن ان عماد متعب التجديد ليه يعني. اعلن التجديد لعماد متعب، وانا كان بدون الانتظار للتقرير او بدون خروج التقرير الفني. ده رقم واحد. رقم اتنين، كان سيد عبد الحفيظ مدير الكوره ساعتها، وكان هادي خشب ومشرف ما كانوش عندهم علم بالموضوع حتى. احنا الثلاثه يعني استغربنا الخبر ده. كان رد فعلك ايه يا كابتن محمد؟ لا ما فيش. هو كان اتسالت في احد المداخلات يعني مع شوبير ومع حفظ الالقاب طبعا، فالمهندس محمود طاهر يعني اعتبر ان انا زي يعني ايه يعني كنت محتد شويه او كلامي كان يعني قوي شويه. بس وكان رؤيته ان انا يعني يتم يعني قبول الاستقاله او اقالتي يعني انا والجهاز كله بقى. زعلت من في التوقيت ده او الموقف ده اصلا؟ ده نصيب، خلي بالك في الكوره مفيش حاجه اسمها تزعل او نصيب. انا حققت الحمد لله انجازات كويسه جدا مع النادي الاهلي، وجت الفتره دي. وانا خلي بالك لما جه المهندس محمود قدمت له، او مش انا كمان، احنا كلنا كاجهزه فنيه ومسؤولين لما بيتم تغيير مجلس اداره بنقدم عشان نرفع الحرج عن استقالتكم. الكوادر او المجلس اللي جاي يعني عايز يغير في الكوادر بتاعه الهيكل بتاع الكوره، عايز يضم كوادر جديده، عايز
يحطوا مسؤولين جداد ايا كان مناصب جديده، فقدمنا استقاله يعني عشان لرفع الحرج يعني. بس لكن الموضوع وجهه نظرهم في التوقيت ده في حدود معلوماتي برضو انه كان في تفضيل للمدير الفني الاجنبي. هو كان المهندس محمود حاطط في البرنامج الانتخابي بتاعه تولي مدير فني اجنبي المسؤوليه، ومدير فني اجنبي عالمي يعني. انا معلش تسمح لي، انا لما اكون مدير فني للنادي الاهلي ومحقق بطولات في ظروف صعبه واسمع انه ده التوجه، يعني مش اسمح لي. لا يعني لا انا ما فرق، هو اللي فرق معايا بقى مش كده، اللي فرق معايا انت كويس فتحت النقطه دي. اللي فرق معايا انه لما جه قعد معانا يعني لما جه المهندس محمود قعد معانا قال لا مفيش مدير فني اجنبي وانتوا هتكملوا. فمش يعني يعني انا انا بص الفتره دي فتره كانت شائكه، وكان وبعدين انا كنت شغال بسيستم وطريقه شغل مع الكابتن حسن حمدي والكابتن خطيب، وبعدين لقيت تغيير في السيستم جديد. فانما كلهم يعني انا بكن كل احترام لكل انا مش بقصد حاجه، بس مهم ان احنا نكشف الموضوع بشكل لانه انا بيتهيالي انه يعني علاقتك كمدير فني بالنادي الاهلي او حتى مدرب عام بالنادي الاهلي كان فيها لحظات توتر اكتر من مشوارك حتى كلاعب، يعني رغم انه هنا في بصمات ونجاحات وهنا في بصمات ونجاحات، بس يعني حتى الفتره بتاعت لاسارتي كان في كلام انه او يعني لا ده كلام بقى بعيد يعني مثلا فتره لاسارتي ولا فتره كارتيرون ده كلام بقى بتاع ناس مش عارفه لا عارفه محمد يوسف ولا عارفه طريقه الشغل في النادي الاهلي، ويقول لك انا برضو في حته يعني ايه. لا دي كانت اتهامات واضحه كابتن يوسف، يعني في اصوات كانت بتتهمك انك انت سبب او يعني بتحاول توقع الفريق عشان ترجع للمشهد مره ثانيه عشان ارجع امسك. ده كلام ده كلام ناس مسؤولين في النادي الاهلي موجوده، وانا قلت لهم ان انا مش همسك في النادي الاهلي رقم واحد. ده كلام موجود، ده قرار ومش قرار، ده قرار انا. انا قلت لهم انا دخلت الحته دي رقم 2 مدرب عام. اول ما دخلتها كنت داخل مدرب عام وقام بعمل مدير كوره، ثم بعد ذلك توليت مدرب عام وجي سيد عبد الحفيظ مدير كوره. انا من دي 1 لما دخلت النادي قلت لهم انا داخل رقم 2 مدرب عام، فانا مش همسك. حتى الفتره المؤقته اللي انا مسكت فيها كانت مجرد فتره لحين تولي جهاز فني قادم، يعني جهاز فني اجنبي هيتم التعاقد معاه وانا هبقى موجود معاه مدرب عام. اي حد هياخد بطوله افريقيا مع النادي الاهلي طبيعي جدا ما يقبلش فكره انه يكون مدرب عام مع اي فريق كان كائنا من بس كان. بس انا النادي الاهلي ناس كتير لامت عليا، خلي بالك يعني ناس كتير جدا زعلت مني او لامت عليا قالوا انت بتحب النادي وكل حاجه، بس برضو انت ليك وضعك او ليك الحته بتاعتك ما تنزلش من الحته بتاعتك. لكن انا مع النادي الاهلي مع الكابتن خطيب في الوقت طبعا اللي كان يعني كلمني فيه وقعدنا وكده، ما يعني بشيل الحته دي من عندي. النقطه ان انا خدت تجربه رقم 2 ليها عيوبها وليها ايجابياتها طبعا. استفدت كتير جدا على مستويات كتيره. اهم حاجه في الاستفاده ان ما تحطش نفسك في بوزيشن، حتى لو انت حابب الشخص ده او حابب المكان ده او حابب ان انت تخدم باي حاجه، بس برضه في النهايه في بوزيشن معين لازم تحط نفسك فيه عشان ما يسيء. هو الموضوع ايه؟ الموضوع كل الناس اللي اتكلمت دي ناس من بره، ناس مش شايفه الشغل، ناس مش شايفه محمد يوسف بيعمل ايه، ايه الملفات اللي بيخلصها محمد يوسف، ايه المساعدات اللي بيقدمها محمد يوسف للمدير الفني الاجنبي اللي شغال سواء كارترون ولا لاسارتي. ايوه فاهم قصدي؟ لكن اللي يشهد بقى ويطلع مثلا يتكلم واحد زي سامي قمصان، واحد زي سعد حفيظ لما جه مسك في النص الثاني، واحد زي طارق سليمان اللي انا بكلمك على الجهاز المصري اللي كان موجود، فاهم قصدي؟ طبعا المسؤولين طبعا في النادي. النقطه دي انا استفدت منها ان كل طبعا الكلام ده انا ما كنتش بتوقف عنده لانه كلام غير حقيقي، وكلام يعني هدفه ان هو يهد او ان هو يكسر في الفرقه، لان احنا عملنا انجازات وحصل اخفاقات وده طبيعي لاي جهاز فني. السؤال هنا، والسؤال ده مش بس على محمد يوسف كمحمد يوسف، ولكن بصفتك مدير